بعد خصام 4 سنين وبعد ما قالت عنها خربت بيوت، أصالة ردت كرامة أنغام قدام الجمهور، مش هتصدق عملت معاها إيه. ورد فعل غريب من أنغام. صفحة جديدة فتحتها الفنانة السورية أصالة مع صديقة عمرها الفنانة أنغام. بعد 4 سنين من الخلافات اللي استمر بينهم بسبب الزوج أصالة السابق طارق العريان، لكن أصالة وبعد مدة من انفصالها قررت ترد اعتبار أنغام وكرامتها قدام الجمهور كله وقدام طليقها طارق العريان بالذات، وفي حفلة حضرها كل نجوم العالم تقريباً. فيا ترى إيه اللي عملته أصالة مع أنغام في حفلة جوي أوردز؟ البداية كانت مع خلاف كبير حصل بين أنغام وأصالة في 2020 بعد جواز أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وفي الأساس هو زوج بنت أخت طارق العريان. وقتها أصالة كانت لسه متجوزة طارق وزعلت على زعل إن أنغام بقت الزوجة التانية لزوج بنت أخته، فقررت تقاطع صديقة عمرها أنغام وعملت لها بلوك على السوشيال ميديا، وقالت إنها خرجتها من حساباتها وعلاقتها انقطعت بيها تماماً، ووصفتها بخرابة البيوت. وقالت نصاً: في أشخاص بيكونوا شاطرين في خراب البيوت، ولازم أنغام تعرف إن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال. صداقتي بها انتهت ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك الصداقات من أي شخص إطلاقاً، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه. لكن بعد انفصال أصالة عن طارق رجعت نفسها وحبت تصالح أنغام، لكنها أنغام كانت مصرة على موقفها، رفضت الصلح لأنها اعتبرت أن أصالة جرحتها جرح كبير. وفضلت أصالة في محاولات أنها تصالح أنغام على مدار 4 سنين سواء على السوشيال ميديا أو بتوسيط المقربين بينهم علشان أنغام توافق تصالحها، لحد ما نجح الصلح بتدخل من رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ، فقدروا يتصالحوا في حفلة من حفلات موسم الرياض اللي جمعتهم سوا، وبالتحديد حفلة رأس السنة. لكن أصالة ما اكتفتش بده وقررت ترد اعتبار أنغام قصاد طليقها طارق العريان والحضور كله. فأثناء حفلة جوي أوردز فازت أصالة بجائزة الفنانة المفضلة، وطلعت على المسرح وهي ماسكة إيد جوزها فائق حسن اللي وصلها لحد المسرح، وأثناء تكريمها من فنان العرب محمد عبده علشان تقول كلمة بمناسبة تسلمها للجائزة، فاجأت الجمهور بأنها بتهدي الجائزة للفنانة أنغام. فقررت أصالة قدام طارق العريان تهدي جائزتها لأنغام، وقالت في كلمتها: سعيدة جداً بهذا التكريم، وتصالحت مؤخراً مع أنغام وهي نجمة كبيرة وتستحق كل المحبة والتقدير، وأوديها هذه الجائزة. وقامت أنغام وسط تحية كبيرة من الجمهور وحيت أصالة وقبلت منها الهدية، وكل ده والمخرج طارق العريان طريق أصالة وسط الحضور وشايف كل ده. فاعتبر الجمهور أن أصالة ردت اعتبار أنغام قدام كل الموجودين وأولهم طارق العريان. فيا ترى أصالة وأنغام اتصالحوا فعلا والمية رجعت لمجاريها زي ما بيقولوا، ولا ده مجرد كيد نسف طارق العريان اللي كان حاضر الحفلة؟ هنشوف.